بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ينطلق شوطنا 17 من أشواطنا في هذا المساء في تحديات جميلة ومنافسات حاضرة ضمن انطلاقة مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هنا على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نصف لكم هذه المنافسات الكبيرة مع شعارات أبناء القبائل. شوطنا 17 يسير بتحديات ولا أجمل مع هذه الشعارات الحاضرة. نذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن نيسان بترول ستيشن اكسي مقدمة في هذا المسار الجميل. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء وكل الشعارات الحاضرة والمتوافدة هنا إلى أرضية ميدان الشحانية. نبدأ مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط وهذه فن أول الأسماء المتقدمة بشعار راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري. من يقدم لنا فن على مقدمة الشوط؟ من يقدم لنا فن على الصدارة؟ بينما النقلة مع المركز الثاني وصلت رسمة مشاهدين الأعزاء بشعار علي بن محمد آل زبدان المري. من يقدم لنا هنا تحديات من أول؟ نعم هذه رسمة مشاهدين الأعزاء بشعار علي بن محمد بن براك آل زبدان المري. من يقدم لنا رسمة على المركز الثاني؟ بينما في ثالث المراكز وصلت جبارة على المركز الثالث بشعار راشد بن محمد بن مبارك المري. من يقدم لنا جبارة على المركز الثالث وفي رابع المراكز؟ تابع التقدم في هذه اللحظات. وصلت معزة مشاهدين الكرام بشعار عتيق بن علي بن هزيم المسافري. من يقدم لنا معزة على المركز الرابع وفي خامس المراكز؟ وصل شعار بن دلموك من خلال تقدم مبشرة. يصل الشعار الشطرنجي مع بن دلموك على المركز الخامس. حمد بن فرج بن ناصر بن دلموك المري. من يقدم مبشرة على المركز الخامس؟ هذه الخماسية المتقدمة، هذه الخمسة الأسماء التي تسير بتحديات مميزة وبإثارة حاضرة على أرضية هذا الميدان. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، السيارة بالانتظار نيسان بترول ستيشن حاضر في هذا المسار الجميل، بالإضافة إلى مادة الزعفران. إلى أين سيطير ناموس هذا الشوط؟ نتابع معكم هذه الإثارة والعودة إلى مقدمة الشوط مع فن على صدارة هذا المسار بالأداء الفنان وبشعارها الكبير. تتقدم على الصدارة لراشد بن سالم آل سنيد المري. من يقدم لنا فن على مقدمة الشوط؟ يبحث عن سيارة وناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثاني رسمة على ثاني المراكز علي بن محمد بن براك آل زبدان المري يرسم الخطة لانتزاع ناموس هذا الشوط من خلال تقدم رسمة. وفي المركز الثالث وصلت جبارة، تقدمت في هذه اللحظات، بدأت تزيد من السرعة لراشد بن مبارك المري. من يقدم لنا جبارة؟ وفي المركز الرابع تابع الاسم القادم، وصلت نوايد، وصل شعار الزعبي من خلال تقدم نوايد. علي بن حزام راشد الزعبي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس تحركت مبشرة لحمد بن فرج بن ناصر بن دلموك يتقدم على المركز الخامس. لكن شوف السيل الجارف اللي خلف دائرة الندى، خلف الفايف ستار. ياهو مشهد، ياهو تحدي على الكادر السفلي من قناة الريان الفضائية. الله 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 الله، المعركة طاحنة بين هذه الأسماء. الكيلومتر الأخير، التحديات النهائية، مسار الانتصارات وتحديات هذا الشوط. لا زالت في القمة، لا زالت في الصدارة فن على مقدمة الشوط. وبالمركز الأول والصدارة تتقدم حتى هذه اللحظة لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد. من يقدم لنا فن على المركز الأول والصدارة؟ لكن الخطر من جبارة على المركز الثاني بتحديات هذا الشعار. راشد بن محمد بن مبارك المري يقدم جبارة. وفي المركز الثالث شوف الاسم الواصل، تابع الاسم القادم، التحرك الممتاز من المتحدة لسليمان بن سلامة الجهني القادم وبن دل موك. وصل بالرويشد وبن دلموك قادم من خلال مبشرة. وفي المركز الخامس يصل ايضا، تصل الفاتنة لمنصور بن ناصر بن دلهم الهاجري. ولكن العودة الى مقدمة الشوط، الى جبارة، الى جبارة، الامتار الجبارة، الامتار النهائية، الامتار الذهبية، امتار الفوز، امتار الزعفران،
امتار السيارة وجبارة جبارة طارت بناموس الشوط راشد بن محمد بن مبارك المر. الله 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 مبروك على الفوز والانتصار، تهانينا لراشد بن محمد بن مبارك على فوز جبارة وانتزاع ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام شعار بن رويشد مع المتحدة سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني، بينما ثالث المراكز المركز الثالث وصلت مبشر لحمد بن فرج بن ناصر بن دلموك، المركز الرابع شعار بن دلهم حضر مع الفاتن لمنصور بن سعيد بن دلهم الهاجري، المركز الخامس مشاهدينا الكرام وصلت فن لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري. ما شاء الله شوط مثير، تحديات رائعة هنا تابعنا هذا الشوط، ولكن جبارة كانت النجمة والبطلة. توقيتها الزمني قطعت الأربع كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 5:59 27 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن مبارك بن علي المري على فوز جبارة وانتزاعها ناموس هذا الشوط. بينما ثاني المراكز وصل شعار بن رويشد مع المتحدة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق بدون ثواني 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسليمان بن رويشد الجهني على فوز المتحدة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان الوصول من مبشرة في 6 دقائق بدون ثواني 23 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن فرج بن ناصر بن